أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب أن ما تتبوأ مملكة البحرين من مكانة متقدمة على الصعيد العربي والإقليمي والدولي يعبر عن الأثر البالغ لمسيرة الإنجازات الوطنية والنهضة التنموية والمكاسب الديمقراطية التي تحققت بفضل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى. جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيسة مجلس النواب معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، حيث جددت معاليها التهاني لمعالي السيد عادل العسومي بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان العربي بالتزكية، وعبرة عن خالص تمنياتها لسعادته بالتوفيق والسداد في القيام بمسؤولياته إزاء العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية ودعم العمل العربي البرلماني المشترك. ونوهت رئيسة المجلس بالدور الهام الذي يطلع به البرلمان العربي في تعزيز العمل التشريعي المشترك والدفاع عن قضايا الأمة العربية، مؤكدة حرص المجلس النيابي على رفع مستوى التعاون مع البرلمان العربي. تقدم بخالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل بلاد مفدى على الدعم الكبير اللي حصلت عليه من جلالته، وهنأ جلالته بهذا الفوز البحريني المستحق والذي يؤكد على ما وصلت له التجربة النيابية البحرينية والتي الآن مؤهلة أن تقود أي مؤسسة على المستوى العربي أو المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي. وأنا وجودي في هذا المكان هو أحدى مخرجات وثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، هذا المشروع الذي نقل البحرين من مكانة إلى مكانة عالمية. وبلا شك سأعمل على دعم العمل العربي المشترك ودعم الدبلوماسية البرلمانية العربية لتقوم بدورها في الدفاع عن قضايا الأمة العربية.